نذهب إلى المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. أولا مساء الخير. مساء الخير يا أستاذ أحمد. يا رب كده وش السعد المباراة الأولى ويكون وش السعد والختام المباراة الثانية بنقل أون سبورت. يا رب إن شاء الله يكون يعني تكون ليلة سعيدة على مصر كلها بكرة إن شاء الله. مرتبين لنا إيه بكرة إن شاء الله؟ بكرة إن شاء الله طبعا يعني إحنا الحمد لله يعني لما حصلنا على الحقوق بتاعة الماتشين دول كنا مراهنين على ان المنتخب هيوصل. احنا وقت ما خدنا الحقوق ما كناش نعرف مين اللي هيوصل. نعم. احنا خدنا الحقوق وكلنا امل ان مصر منتخب مصر بجهازه الفني هيوصلنا، والحقيقة ما خذلوناش ووصلونا. الحمد لله. النهاردة عندنا ماتشين، طبعا الماتش الاولاني الحمد لله انت فوز مصر. الماتش اللي جاي احنا نفسنا ان احنا نسعد الناس كلها ويكون المنتخب النجم بتاعنا بجهازه الفني. بكره ان شاء الله على اون تايم سبورت هنبتدي التغطيه تقريبا من الساعه 2 الظهر. الماتش الساعه 7 تقريبا الساعه 2. عندنا فقره الاول تحليليه كده من الساعه 2 لحد الساعه 4، والساعه 4 هيبدا الاستوديو التحليلي بتاع الماتش، كابتن سيف زاهر معايا، الكباتن الكبار ايمن يونس، محمد عمر، احمد حسن، عماد متعب، محمد فضل، عبد الظاهر السقا، عبد الواحد السيد، ومعاهم فقره تحكيميه الكابتن احمد الشناوي. الماتش هيكون التعليق عليه. انا عارف ان السؤال ده انت مستنيه. طبعا. احنا عملنا تجربة في الماتش اللي فات. بنكررها في الماتش ده. ان عندنا قناتين صوتيتين، كل قناة صوتية عليها 2 معلقين. الصوتية القناة الاولى عليها الصوتية الاولى كابتن مدحت شلبي. نعم. كابتن مدحت محمد كواليني. جميل. والقناة التانية عليها كابتن حاتم بطيشة وكابتن مؤمن حسن. اختيارات متميزة جدا. الأربعة. الحقيقة. نعم. طبعا عايز اقول لك على حاجة بقى، ان احنا عندنا مجموعة من الكاميرات موجودة هناك في السنغال. موجودين من قبل الماتش اللي فات، يعني احنا بعتنا الكاميرات بتاعتنا عشان تغطي الاجواء في السنغال. قبل ما يبقى فيه قبل يوم الجمعة التاني. قبل الجمعة اللي فات بالظبط كده. فكان عندنا بنغطي من هناك اجواء السنغال. النهاردة انضمت ليها مجموعة تانية من الكاميرات مع وصول المنتخب، لان عشان نعرف ننقل للناس كواليس المنتخب. نعم. وهتلاقي على مدار اليوم على قنوات اون تايم سبورتس هتلاقي كتير من التقارير اللي بتبقى اكسكلوسيف حصريه جايه من هناك، يعني من على الارض نفسها مع اللاعبين ومع الجهاز الفني. عاملين تغطيه شامله بكره من هناك. الحقيقه ما هو يعني طبعا يعني مفيش اهم من هذا الحدث بصراحه. اهم من كده مفيش. يعني ده ماتش الصعود واحنا يعني كلنا تفاؤل. ولو حضرتك نزلت الشارع خدت قست الراي العام في الشارع، الناس كلها متفائله، الناس كلها شايفه ان احنا عندنا فرصه كبيره. صح. السنغال في بطوله الكان الامم الافريقيه ما كسبتناش. احنا خسرنا في الضربات الترجيحيه. نعم. انما ما كسبتناش اثناء الماتش. نعم. الماتش اللي بعده احنا كسبنا. فاحنا موقفنا عظيم، وان شاء الله يعني مع متابعه اون تايم سبورتس الناس هتقدر تسمع تحليلات فنيه كثيره جدا. عمليه النقل باشمهندس حسام من هناك، النقل، التحكم في المباراه، الاخراج وغيره والتصوير، مين؟ انت ولا السنغال؟ احنا بنشارك معاهم، بس هو طبعا احنا الانتاج بتاع المباراه على الارض. التلفزيون السنغالي اللي بيبقى بيعمله. زي ما احنا هنا في مصر كنا اون تايم سبورتس مع الهيئه الوطنيه للاعلام بنعمل الانتاج بتاع المباراه. يعني في تعاون مع الجانب السنغالي في هذا الامر، في قواعد. القواعد دي حضرتك انا مش بتعامل دايركت معاهم. انا بتعامل من خلال الفيفا. لان الفيفا هي اللي مدياني الحقوق. ففي الاول وفي الاخر المباراه
يعني كلها من اولها لاخرها هي بتاعت الفيفا. فالفيفا هي اللي مسؤوله وهي اللي بتحكم بين الناس وهي اللي بتديني الاشاره وهي اللي بتخليني انا متاكد ان كل حاجه تمام. وبنجرب قبل الماتش بعدد من الساعات تجارب فنيه كثيره هندسيه للصوت وللصوره ولكل حاجه بحيث ان النقل يكون نقل كويس. نتمنى ان هم ينقلوا يعملوا تصوير جيد.